اليوم بنسوي وصفة جديدة مع أمي فاطمة، بنسوي لنا العيش المحمر. محمر مع السمك المقلى صافي. يا سلام. زين أمي، تبين أول شيء شو نسوي؟ السكر. السكر نحطه؟ نحط لك السكر. أساس إن كل الأطراف. أيوه. زين خالو، بغيت أسألك عن ذخر. يعني البطاقة هذه اللي تستعملونها أنتم في المستشفيات، تستعملونها في الجهات الصيدليات، تستعملونها لوايد أشياء. ينفع هو. ينفع يفيدكم نافع. يعني. نافع. يعني حتى في تقدرون في جهات حكومية، في جهات غير حكومية، في وايد أشياء. لا إذا سنا الجهة الحكومية لا عندنا شغل مثل جوازات مثل يسمون الأمر هذا نراوي يدمونه. وايد زين. يدمون. فإنما تتريون وما تتعبون. وعندنا مي بعد الخط الساخن اللي هو 800-988، بعد هذا الخط مسوينه علشان يحمون كبار المواطنين من أي إساءة. أيوة. يعني إن أي شيء واحد يقدر يتصل فيهم على طول إنه هو يساعدهم. يساعدهم. نعم. صحيح. يلا جزاهم الله خير، الحكومة ما مقصرة. الحمد لله. الله يبارك فيهم إن شاء الله. الحمد لله. أمي شو تشوفين؟ الحين نصب الماي. زين بس انتبه إنه لأن دائما لما نصب. أيوة. الماي على السكر. أيوة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كل وجه تجي. الحين بنعكي الجرفة إن شاء الله. شوي زيت زيتون. زيت زيتون إن شاء الله. حط السمنة كلها إن شاء الله. الحين نسوي السماج كامل مرة. كامل. شو البهار مرة ثانية أمي يقولي لهم؟ سنوت، جرفة. والسنوت يحتاج هنا. أيوة. أوكي هنا. والسمنة والكركم. أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. ونديك. نغطي راسك. نغطي راسك. قلع النار. يا سلام ريحة العيش. ها خلو قصر عليه ولا بعده؟ شوفي. بعده شوي؟ ايه قصر الحين عليه شوية. الحين حطينا العيش المحمر اللي ريحته بالهنا وعافيه ان شاء الله. تسلم ايدك. الله يخليك وما تقصرين. الله يخليكم. تسلمون. الله يبارك فيكم في الهيئه والبنات كلهم ان شاء الله. والله يخليكم ان شاء الله. ويخليك يا رب. الله يطول عمرك.